السلام عليكم. اليوم عندنا موضوع جدا بسيط بالاوبن هول لوجينج، شلون يصير سلوك اللوجات الجاما راي ريستيفيتي سونيك دنسيتي او ترى يسمونها فول سيت بالمكامن اللي بيها، يعني بالمقطع اذا عندك شيل ساند اويل وشيل. اذا شيل يصير عندك الجاما راي تكون عاليه بالشيل والريستيفيتي والجاما راي بالساند تكون قليله لانه ما عندك راديو اكتيف. الريستيفيتي راح يصير عكسها بالضبط، عندك ريستيفيتي راح تصير قليله بالشيل لان الشيل بيه مي، وبالاويل راح تصير ريستيفيتي عاليه انه بترجع عندك قليله. نجي للسونيك، السونيك هو راح يصير عندك بوروسيتي، البوروسيتي مال الشيل عاليه ومال الساند عاليه، بس مال الشيل راح تكون اعلى، راح يصير بهذا الصوره هاي شويه اقل من هاي اعلى. نجي للدينسيتي نيوترون، الدينسيتي نيوترون بالشيل راح يصيرون متوازيات، وبالساند راح يصير عندنا كروس يتقاطعن، وبالشيل يرجعن متوازيات بهذا الشكل. هذا البيهيفير راح نطبقه على لوج حقيقي. اذا تشوفون هاي اللوجات، هذا عندنا جاما راي، وهذا عندنا ريستيفيتي، وهذا عندنا دينسيتي نيوترون سونيك. هذا اللون الاصفر هو ساند، منطقه نفطيه، وهذا عندنا شيل، صح بي شويه ساند بس شيل. احنا على مود المثال نجي بالمناطق اللي ساند اللي حكينا عليها. هنا ما عندك شيل في الجاما راي قليله، ما معناه منطقه نفطيه راح يصير عندك الريستيفيتي عاليه. وش قلنا احنا؟ الدينسيتي نيوترون صار انت كروس كلش واضح، وهذا السونيك عالي. بس نصعد للمناطق الشيال اللي اعلى منها راح يصير عندنا الجاما راي عالي، شوف اعلى من هاي، جاما راي عالي، ريستيفيتي قلت، شوف هنا أنا عاليه بالاويل، بالشيال قلت اقل من عندها. الدينسيتي نيوترون ايش بيهن؟ صار متوازيات ما تقاطعن، والسونيك بالشيال صار اعلى من السونيك بالساند. بس هذا المثال اللي حبينا نوضحه.